الدقيقات الأخيرة والرائعة والممتعة. تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي على هذا الفوز والانتصار الجميل. لحظات الفوز ولحظات الانتصار، ها هو يعلن هذا الفوز والناموس الجميل. بينما المركز الثاني وصل هناك على ثاني المراكز مع هداد منصور بن فارس بن خميس الفندي ثالث المراكز. وصل هناك على المركز الثالث نجد احمد بن راشد بن مبارك الكتبي رابع المراكز. وصل هناك على رابع المراكز مروع لغالب بن حميد بن راشد الوحشن الوحشي الواصل على المركز الرابع. بينما المركز الخامس فوصل مع لياح جمعه بن سويد بن زايد المنصوري. اذا متابعينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، لحظات الفوز والانتصار مع شاهين سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي والتوقيت الزمني المسجل برفقه شاهين 4 دقائق 24 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه كان توقيت شاهين لسعيد بن حمد بن ساعد الدرعي. بينما المركز الثاني وصل فيه حداد منصور بن فارس بن خميس الفندي والتوقيت الزمني 4 دقائق 26 ثانية و8 أجزاء من الثانية. بينما هناك المركز الثالث وصل فيه انطلاقة نجدة لأحمد الراشد بن مبارك الكتبي والتوقيت الزمني 4 دقائق 28 ثانية و8 أجزاء من الثانية كان توقيت المركز الثالث.